بي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد معانا. النهارده بقى حاجات حلوه قوي. بصوا حبايبي، معانا كوسترات خشب ومعانا الفنانيس الكبيره، النهارده هتاخديها بسعر حلو جدا، ومعانا اكبر تشكيله من القماش. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا مدام؟ كل سنه وانت طيب. طيبه. الاول عايز اشكرك، كميه المشاهدات بتاعتك الله اكبر، ربنا يخليك. كميه الزبائن اللي بتجيلي عن طريق حضرتك الله اكبر، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يعني يبارك. ما حسيتش مال ولا الناس ما بتحس ايه بيقولوها؟ مش عارف، ما بيحسيتش المال الا اصحابه. بالظبط كده. فبشكر حضرتك جدا 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 بصراحه. ربنا يوسع عليك يا استاذ احمد، يا رب ويرزقك. الله يبارك فيك. النهارده بقى عايزين اسعار حلوه كده للمتابعين، وعايزين نشوف المفارش الجديده. عايزه اقول لكم ان استاذ احمد مميز بالمفارش القطيفه والكوشنات القطيفه اللي ظهرها جلد، مش موجوده الا هنا بصراحه، يعني في الخياميه كلها مش موجود المفارش دي. هتشوفوا النهارده اشكال حلوه ورسومات جميله واحلى خامات في السوق النهارده باذن الله. هتشوفوها هتعجبكم قوي، وفي ناس كتير جت عند استاذ احمد صراحة وشكرت لي فيه في التعليقات. واهم حاجة ان استاذ احمد معاملته حلوة ومحترم، يعني بامانة. عنده برضو هنا خدديات، وعنده بقى صواني النهاردة وحاجات جديدة قوي هنشوفها. عايزين نشوف الصواني اللي هنا دي. بصوا حبايبي، عنده صواني جديدة هي لسه نازلة. هنشوف كل حاجة معانا بالاسعار، ومعانا كوسترات خشب وحاجات جديدة النهاردة وحلوة قوي. تابع معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان النهاردة هتشوفي حاجات حلوة قوي. بصوا حبايبي، هنا المحل احمد جمعة في نص شارع حي الخيامية قدام زقاق المسكة على طول. استاذ احمد عنده لينك تليجرام، هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، عارض كل الشغل الجديد بتاعه، وكمان عنده توصيل لكل المحافظات. بصوا حبايبي، الصينية دي عاملة 45 جنيه، شكلها شيك قوي، وليها الايادي بتاعتها بتركب بمسامير، عاملة 45 جنيه. وفي هنا برضو منها الشكل ده. الله، بص الشكل ده جميل قوي، مكتوب عليه رمضان كريم. في شكل اي واحدة عاملة 45؟ شكل المسجد ده. بصوا دي برضو عاملة 45، وده شكل المسجد عامل كام؟ ده عامل 25. ده 25. وفي برضو اللي بيصلي ده كبير اهو. في الشكل ده عامل 25. في الشكل ده متعلق ده. في الشكل ده اي واحد عامل 25 اهو. في برضو شكل النجمة ده جميل. 25. وفي معانا برضو الاستندات دي اهي نفسه. في بقى معانا هنا الكوسترات عامل 15 جنيه. ده الكوستر اللي هو احسن نوع في السوق اهو في الشكل ده. دي حاجه بخمسه فرضاني، دي 15. في الشكل ده 15. في الشكل ده ب 15 جنيه. ده بقى تحطي هنا تمر، وتحطي هنا كوبايه خروب، تحطي اي حاجه تقدميها، كوبايه شاي، جميل قوي. ده احسن نوع في السوق موجود من الكوسترات الخشب. الخشب بتاعه قوي وجميل، في برضه منه اشكال كتيره جدا. وفي هنا جراب المناعله بالمناديل ب 20، ب 15 بدل 20. بصوا الشكل ده، شكل اللي هو الفنانيس كده، جميل قوي الشكل ده، حلو. في بقى اشكال اهي، بصوا الشكل ده تمام كتير قوي. في اشكال رمضان واشكال غير رمضان، اشكاله جميله. الناس بتحب اشكال، كل اشكاله حلوه قوي. معانا هنا برضو حبايبي، بصوا شكل المبخره ده جميل، عامله 55. دي 55. دي 55 ودي 85. بصوا دي 85 جنيه عشان كبيره شويه، وهنا 225، والفنانيس الكبيره خالص ب 225 اهي. دي الاشكال الجديده اللي هي فيها الوان كده، ايه تحس ان فيها الوان من هنا كده، عامل 225 بدل 250، شكله كبير وحلو. حاجه زي كده عامله 125 الفلوس ده. وريهولي كده. ده الفانوس اللي تحطي فيه شمعه، وده معدن مكتوب عليه رمضان كريم، جميل قوي. بكام؟ بكام؟ لسه 125. 125. وده عامل كام؟ ده عامل 120. وريهولي كده. ده عامل 120 اهو. ده بينور. بينور ويغني. ده بينور وبيغني، حلو قوي. والفنانيس الصغير ده، طبق الفنانيس عامل كام؟ ده 85. ده 85. الكبير ده 85. في برضه هنا معانا الاستيكر الثلاجه ب 30، ب 30، 5 متر ب 30 جنيه. 120. حلو قوي. في برضه هنا معانا مغناطيس الثلاجه اهو، عامل 5 جنيه، اشكال بقى كتيره جدا. بصوا الشكل ده جمال، اي واحد عامل 5 جنيه، ده الحجم الكبير مش الصغير. بصوا حبايبي، ده حلو قوي على الثلاجه. في كمان الشكل ده، الشكل ده شكل عربيات الفول، وعم شكشك اهو، جميل الشكل ده كمان. في كمان منه الشكل ده حلو قوي، اي واحد عامل 5 جنيه، اشكاله كتيره، في اكتر من 50 شكل. في برضو الشكل ده حلو قوي.
ورينا كده الاشكال اللي تحت، في اشكال تحت بصوا حبايبي، في اشكال كتيره جدا. ايه في اشكال كتيره اهي، اي واحد عامل 5 جنيه. اشكال حلوه قوي كلها. الناس كلها بتستغرب على سعره. بعد اذن حضرتك امسكي الخامه كده. لا الخامه حلوه، انا ما مسكتهاش في حته قبل كده بصراحه. ده غالي، انا بقول ان هو غالي ب 200 جنيه. أوه. ماشي، لو حضرتك المتابعين بتوعي مستغلينه، في عندي حاجه كده ارخص ب 45 جنيه اهو. ده ب 45 جنيه بس طبعا مفيش ايه، مفيش اي مجال للمقارنه ما بين ده وما بين ده. اهو بص حبايبي، ده ب 45 جنيه متر ونص في متر ونص ستان. بصي الالوان باهته ازاي؟ هتقولي لي ما هو ده شغلك، ما انا غصب عني لازم اراضي جميع الاذواق واراضي جميع المستويات. الخامات الخامات اللي عايز رخيص موجود، تمام. عايز غالي اهو. بصوا حبايبي، عايزه اوريكم الوانه ان هي فعلا زاهيه وحلوه. بصوا الالوان عامله ازاي من بعيد، ما شاء الله جميله. بصي حضرتك الاشكال، بصوا بقى الالوان الجميله دي. الاشكال الوان بصراحه تحفه قوي. بصوا الالوان حلوه والخامه كمان حلوه. على فكره في زيه ب 100 جنيه في حي الخيميه، بس مش نفس الخامه، وفي ب 120 بس برده مش نفس الخامه، ولا يعني نفس الالوان، ولا نفس الالوان، ولا تحس ان الاشخاص مجسمه كده بصراحه. يعني الاشخاص جميله كده وباينه والالوان زاهيه والخامه قطيفه تعيش معاكي العمر كله. بصوا حبايبي، حققوا معايا كده في الالوان. بصوا الالوان عامله ازاي، ما شاء الله جميل قوي. الالوان تحس ان هي زاهيه وطبيعيه، والرسومات كده الوانها بارزه وحلوه قوي. بصوا الاشكال، اشكال بصراحه جميله. فهو سعره اللي مستغلي ان هو ب 200 جنيه، هو بصراحه شكله حلو، وفي عنده ب 45 وعنده ب 75، عنده اشكال كتير. بصوا حبايبي، ده حلو برده. بكام ده يا استاذ احمد؟ ده ب 45 جنيه. ده ب 45 جنيه بقى، اشكال كتيره موجوده منه. بصوا بقى الجمال والالوان الزاهيه، بصوا ما شاء الله جميله جدا، الوانها حلوه وظهرها جلد اهو، والسوسته السوسته اصلا كبيره ازاي وعامله ازاي. بجد حلوه قوي الكوشنات دي، هتعيش معاكي وبتنفخ كمان الخدديه، يعني الخدديه بتاعتك صغيره هتنفخها لك كده ويبقى شكلها جميل قوي. بصوا حبايبي شكلها اهي حلو قوي، عامله 40 يا استاذ احمد. لا المخده عامله 40، 40 جنيه بدل 45. في ناس بتبقى عايزه اشكال رمضان، وفي ناس تقول كان عايزين اشكال رمضان. لو عايزه اشكال رمضان زي غير رمضان هتلاقي برده موجود. كل الاشكال دي. بصوا كمان شكل الكف ده جميل قوي، ده ينفع بقى في الايام العاديه برده شكله حلو قوي. بصوا كمان الشياكه، الله الوان جميله وتحس ان الالوان فعلا زاهيه، شكله حلو قوي برده الكف ده. في كمان معانا الشكل ده جميل، اي واحد عامل 40 جنيه بالظبط كده اهو، ده شكله. اشكال كتير بقى، بصوا ده كمان انا عندي 60 شكل، وفي رنن 60 شكل، وفي منه رنن. هنشوف الرنن دلوقتي حبايبي. بصوا حبايبي الرنن تحفه، ده برده ظهره جلد، قطيفه وظهره جلد. عامل كام ده بقى يا استاذ احمد؟ ده عامل 80 جنيه. 80 جنيه، عايزه اقول لكم ان هو تقيل جدا، يعني تقيل تقيل. والتعالي انا عامله جلد برده عشان الناس بتستغرب. ده انا عامله جلد عشان خاطر ناس. في يا حبايبي اللي هو العادي الستان ب 65 وب 60، ده جلد اهو وقطيفه والخامه بتاعته عشان حلوه. عشان يا فندم لما يتحط على الترابيزه الانتريب تبقى ازاز، يبقى شكله جميل كمان. بتحطه قطيفه بس فبيتزحلق، بيتزحلق، انما ده جلد مش هيتزحلق معاكي. بصوا كمان شكله حلو قوي والوانه والله جميله. ممكن نشوف شكل تاني يا استاذ احمد؟ هوريكم شكل تاني. بصوا كمان عايزه اوريكم الكوشن ده، عاجبني قوي. بصوا الاشكال الجميله، الالوان تحفه. بصوا اللون ده بصراحه حلو قوي اهو، عمال يتزحلق مني. بصوا شكله جميل والوانه حلوه وقطيفه كده تحفه. عامل برده حبايبي ده 40 جنيه، بصراحه الالوان حلوه قوي. بصوا بقى يا حبايبي اشكال الرنانات اهي، في من ده شكل مفرش بالظبط، يعني كل رنن في منه كوشنات وفي منه مفرش، ممكن تقدري تاخدي طقم على بعضه برده لو حابه. اي واحد عامل 80 جنيه. بصوا بقى الالوان عامله ازاي، وبصوا كمان المناخير عم شكشك باينه ازاي، بجد شكله مجسم وجميل قوي. بصوا تفهمي ان الحاجه حلوه من يعني من الحاجه المجسمه كده اللي في الوش والعينين، بجد شكله تحفه قوي اهو يا حبايبي. شايفينه من قريب عامل ازاي، شكله جميل بصراحه، عليه فيل بقى وعليه زيكو وزيكا. بصوا بقى الشكل التحفه ده جميل، ده بقى بيقول لك لما تحطيه على الترابيزه ما يتزحلقش عشان ظهره جلد. كل الاشكال اهي. بصوا ده عليه تمر كده وعليه مبخره جميله قوي وسبحه شكله جميل، اللي هو عليه مبخره وسبحه، ده منظر طبيعي حلو بصراحه.
في برضو الشكل ده حلو قوي. في برضو من ده مفرش، اي حاجه في منها مفرش وكوشانات وكوشانات. والكف ده برضو في منه مفرش والكوشانات، والشكل ده في منه مفرش وكوشانات. الله، بصوا بقى الجمال. على فكره ده يمشي مع المفرش اللي هو ده. بصوا حبايبي نفس الشكل بتاعته، بس الخداديات خلصانه ان شاء الله جاي. يعني ده نفس الشكل كده اللي هو ورا ده. بصوا بصوا الشكل ده جميل كده، ويليق على اي طقم انتريه، اي ركنه تمر بقى وسبحه، وجميل جدا بصراحه، ومنظره جميل قوي. يمشي على المفرش ده، حلو قوي والوانه جميله. في معانا كمان الخداديات المجسمه. دي ب 75. دي ب 75 عشان بص حبايبي دي مجسمه، حلوه قوي. وعنده ب 20 جنيه اللي هي العاديه. هوريكم برده الاشكال. في برده الخداديه دي عامله 40 يا استاذ احمد للمتابعين بدل 50. دي ب 40 جنيه حبايبي، كان بيقول لي ب 50 هيخليها لكم ب 40. ده شكلها شكل خيش وعليها الكف ده. دي لسه جديده، دي لسه نازله جديده، عينه عنده النهارده، فانا قلت اصورها لكم. بصوا كمان ظهرها عامل ازاي، شكلها حلو قوي. بيجي منها الوان ولا ده لونها؟ ده لونها يا استاذ احمد. مفيش منه الوان، الكف هو اللي بيبقى لونه متغير، انما الخيش هو بيبقى نفس اللون. ودي المخدات المجسمه وليها رجل اهي. بصوا شكلها، شكلها غير اللي هي ام 20 وام 30، دي حاجه تانية وخامه تانية يعني. بصوا كمان الشكل ده جميل قوي. وفي برضو الاشكال دي عامله كام يا استاذ احمد؟ دي عاملة كيه؟ دي 35. دي 35. في برضو منها الهلال ده ذهبي. في اللي هو ده القماش الدك. برضو حلوة قوي. ده الدك اللوكس. في منها 10 اشكال. في برضو عنده هنا مجموعة من القماش حلوة قوي. القماش القطن اللي في من اول 10 لغاية 25. من اول 10 المتر لغاية 25. في ب 10 وفي ب 15 وفي ب 20 وفي ب 25. انواع بقى يا حبايبي من القماش. عنده برضو هنا المشمعات. المتر بكام؟ المتر ب 25. المتر ب 25 اهو. دي اشكاله كلها، اشكال المشمعات كلها المتر ب 25. الشكل ده جديد قوي وحلو. وريني الشكل ده كده. في اشكال حلوه قوي. الله، بصوا بقى الجمال. الشكل ده جديد كده وجميل قوي، حلو قوي بصراحه. جميل. بصوا كمان الشكل الجديد ده حلو قوي واشكاله جميله. عامل 25. عامل 25 يا حبايبي. بصوا برده معانا الشكل ده حلو قوي. الله على الجمال. بصوا الشكل ده، الشكل ده تحفه، حلو قوي الشكل ده. اي متر عامل 25 جنيه. بصوا حبايبي دي بقى اشكال الكوشنات كلها اهي، اللي هي الجلد، حلو قوي. اشكال كتيره بقى موجوده عندهم هنا. دي اللي هي ام 40 جنيه. وهنا المفارش كلها اللي هي ام 200 جنيه. كل الاشكال موجوده برده بالالوان، كل ده موجود هنا. وفي عنده العياشات عامله 15 جنيه. دي بالمتر، دي بالمتر البرقع. المتر ب 4 جنيه حبايبي بدل 5 جنيه. وفي هنا العياشات ب 15. في هنا العياشه عامله 15 جنيه. ده شكلها حلو قوي. وده متر البرقع ب 4 جنيه بس، شكله حلو. شريكي حاجات عنده. بص حبايبي ده عامل 7 جنيه ونص 5 متر. اهي بيبقى كده شكله كده ب 7 جنيه ونص. ايوه 7 جنيه ونص حبايبي. متر رمضان كريم 20. واللي هو العليقه دي 15. دي 15. واشكال الرنانات اهي ب 80 جنيه، ب 80 جنيه اي واحد. عنده بقى هنا اهو يا حبايبي كل الشغل الرمضاني موجود، كوشنات وخدديات والقماش وكل حاجه اهي موجوده حبايبي. ده مفارش. المفرش ده عامل كام؟ ده عامل 35 جنيه. في منه الازرق وفي منه الاحمر، في منه الالوان دي. اي واحد متر ونص في متر ونص. امال ده ايه ده؟ دي المريالة اللي انت قلت لي عليها. بكام بقى المريالة دي؟ بكام المريالة دي يا ابو؟ نعم ورينا واحدة كده، ورينا واحدة. دي مريالة عطيفة. بصوا المريالة دي حلوة قوي، جميلة عطيفة، عاملة زي اللي هي النوع المفرش، حلوة قوي. عاملة 50 جنيه. في بقى منها يا حبايبي أشكال كتيرة جدا أهي. في على شكل بكار، وفي شكل الليلة الكبيرة، وفي الشكل ده كمان. في أشكال حلوة قوي. في الشكل ده تحفة، في كمان الشكل ده. اي واحده عامله 50. والطقم ده عامل كام؟ 25. ده 25 جنيه. ثلاث قطع علقات اهي، ثلاث قطع. ثلاث قطع علقات، حلوه قوي برده، عامله 25 جنيه. يا
رب يا حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم ويكون كده الحاجات الحلوه دي عجبتكم. احنا هنا اهو يا حبايبي عند استاذ احمد قدام زقاق المسك على طول علشان تعلمي المحل. عنده بقى هنا كل حاجه من القماش والكوشنات والمفارش وكمان القماش الدك وقماش البلكونات. المتر من ده بكام يا استاذ احمد؟ نعم متر من ده ب 20 جنيه. ده المتر ب 20 جنيه؟ المتر ب 20 جنيه حلو قوي. وعنده من ده زي ما قلت لكم ب 10 جنيه وعنده البرقع ده اللي المتر ب 4 جنيه بس. والكوشنات اهي بتاعت الاطفال اي شكل عامل 20 بدل 25 جنيه في اي مكان هتاخديها ب 20 جنيه بس شكلها حلو قوي. في حسونه بقى في بساند في دياستي في اشكال حلوه. والكوشن ده عامل كام يا استاذ احمد؟ نعم دي 15 جنيه. دي 15 جنيه اشكال حلوه اهي يعني جاهزه كده هتاخديها جاهزه كده ب 15 جنيه. وفي خدادية الاطفال دي عامله كام؟ انا دي 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص يا حبايبي محشيه جاهزه كده هتاخديها ب 7 جنيه ونص. عنده بقى هنا حاجات كتيره جدا اهي وعنده بقى القماش اللي هو الهاند ميد والحاجات دي كده حاجات كتيره اهي يا حبايبي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك ودي عامله 15 جنيه والعليقه دي عامله 10 جنيه. ما تنسوش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات على الحاجات الحلوه دي النهارده. كل سنه وانتم طيبين وبخير. مع السلامه.